أول شيء مساكم الله بالخير وحياكم الله في جامعة الملك سعود، وإحنا في كلية التمريض طبعا نرحب فيكم باسم كلية التمريض، نظرا لأنه ممكن يكون بينكم أحد الطلاب اللي إحنا قابلناهم في الصيف وقابلناهم في كلية التمريض كقبول مباشر. طبعا كلية التمريض من أهم الكليات، كلية التمريض على مستوى المملكة. أهميتها تكمن في أن لديها برامج بكالوريوس قديمة جدا، برامج الماجستير فيها قديمة جدا، برامج الدكتوراه متوقع أن تكون قريبة جدا، يعني في ممكن خلال السنة الجاية أو السنة اللي بعدها يبدأ برنامج الدكتوراه. لكن لو رجعنا لتاريخ التمريض في المملكة، التمريض كان تقريبا خريج التمريض كان بعد سادسة ابتدائي بالهيستوري، كان الطالب يدرس التمريض بعد ما يخلص سادسة ابتدائي يأخذ 9 شهور وبعدين يأهلونه أنه يتخرج ممرض. طبعا في ذاك الوقت الأعداد كانت بسيطة جدا، لكن كانت هذه اتفاقية بين وزارة الصحة المملكة ومنظمة الصحة العالمية، لأنهم شافوا أنه برنامج التمريض لا بد أن يفعل في المملكة. كان اعتمادنا كبير جدا على الأخوان من الدول الثانية، ومنظمة الصحة العالمية أعطت ريكومنديشن لوزارة الصحة بأنكم تبدون في الإجراء هذا. طبعا بدأ التمريض من ذاك الوقت، ثم رأوا أنه لا بد يكون في تحسين أكثر للمخرجات، فيعني درسوا الموضوع وغيروا تقريبا من فكرة أنه يبدأ الواحد سنة أو 9 شهور بعد سادسة ابتدائي لتكون 3 سنوات اللي هي بمثابة المتوسط. فكان يدخل الطالب أولى اللي نعتبرها إحنا أولى متوسط، كان يدخل في برنامج المعهد الصحي قديما ويخلص الكفاءة بمعادل الكفاءة ويتخرج كممرض. بعدها تطورت الأحداث قليلا فحولوه بعد الكفاءة، صار الطالب يأخذ كأنه يأخذ ثانوية عام، صار يأخذ 3 سنوات تقريبا وبعدين يتخرج كممرض. احنا عندنا أعداد كبيرة جدا خريجين قدامى وكانوا يعني متميزين في وقتهم. شاءت الأحداث، وزارة الصحة بدأت في العمل بجدية أكثر، لأن الموضوع كان أكثر متعلق بوزارة الصحة، يعني ليس بالجامعات بالضرورة لكن كان بوزارة الصحة أكثر. رأت وزارة الصحة أنه يعني الدبلومات اللي كانت تعطى بعد المتوسط اللي هو ثانوي، رأوا أنهم يتخلون عنه ويفتحون برنامج دبلوم معهد صحي لمدة 2 سنين يكون بعد الثانوية، واللي أنا خريج منه. فأنا خلصت من المعهد الصحي بعد الثانوي تقريبا عام 1997 ميلادي. ثم كمان التطور سريع جدا في العلوم الصحية كما تعرفون، تغير كمان البرنامج ليكون 3 سنوات تقريبا بدل من 2 سنين بعد الثانوية، ليكون كلية العلوم الصحية تعطي كمان دبلوم لكنها 3 سنوات. الآن نظرة التمريض اختلفت كثيرا، الجامعات صار عليها مسؤولية كبيرة جدا، فأقفل برنامج الدبلوم نهائيا الآن طبعا ريكومنديشن من منظمة الصحة العالمية والاتفاق مع وزارة الصحة بأن لن يكون هناك توظيف تقريبا إلا شخص عنده بكالوريوس. فالآن تقريبا الأبواب مفتوحة لخريجي البكالوريوس، الموظفين الموجودين في وزارة الصحة واللي يعني عندهم دبلوم سابق سووا لهم برامج تأهيلية. كليتنا كانت من أول الكليات اللي سوت هذه البرامج التأهيلية واللي خرجت ناس عندهم بكالوريوس، اللي كان عنده دبلوم عندنا بروجرام دخلناهم فيه وعطيناهم شهادة البكالوريوس. نرجع لموضوعنا اللي هو قصة البكالوريوس في السعودية، اللي استارتد في تقريبا من عام 1396 كبرنامج بكالوريوس على مستوى المملكة، وكان هو أول برنامج يفتتح كبكالوريوس على مستوى المملكة في جامعة الملك سعود. كان هناك كمان برنامج آخر لأنهم يبغون يعززون المهنة هذه، ففتح برنامج ثاني في جامعة الملك عبد العزيز، لكن طبعا بالتناسق مع جامعة الملك سعود، يعني كبرنامج أول أخذوا خبرة جامعة الملك سعود وفتحوا برنامج ثاني، واستمرت برامج البكالوريوس مفتوحة عندهم إلى الآن. إحنا كنا قسم طبعا تحت مسمى العلوم الطبية التطبيقية، فتقريبا من عام 2004 العدد إحنا عندنا زاد
الدولة محتاجة للأيدي السعودية، فحولنا تحول القسم إلى كلية مستقلة تماما، وفتحوا برنامج تمريض للرجال، لأنه كان تمريض مقتصر فقط على النساء سابقا. لكن لذلك أنا درست البكالوريوس وتخرجت من جامعة العلوم الطبية التطبيقية في الأردن، وهذا كان عام 2004. بعدين كملت الماجستير في أستراليا عام 2006، وبرنامج الدكتوراه في أمريكا. لذلك كانت برامج التمريض يعني بالنسبة للبكالوريوس والماجستير والدكتوراه كانت محدودة ومقصورة على الجانب النسائي، لكن من عام 2004 بدأ البرنامج عندنا، وعندنا أعداد كبيرة الآن في البرنامج. تم تحويل قسم التمريض إلى كلية عام 1424 اللي قلنا حوالي 2004، ثم استحدثت برامج الماجستير عندنا. برامج الماجستير عندنا، إحنا عندنا ثلاثة أو أربعة برامج الآن. عندنا برنامج حيطرح كمان قريب، عندنا برنامج اللي هو الصحة المدرسية، حيكون برنامج جديد بالنسبة لنا. برنامج تمريض العناية المركزة، واللي هو الآن كمان المستشفيات طالبته بقوة، فإحنا إن شاء الله الماجستير القادم بيكون برنامجين قوية جداً اليوم، متطلبات سوق العمل يعني اللي رأوها وزارة الخدمة المدنية مع وزارة التعليم العالي، بالإضافة إلى برامجنا اللي موجودة سابقاً اللي هو برنامج إدارة ورعاية التمريض، وبرنامج الأمومة والطفولة بالنسبة للقسم النسائي، وبرنامج الصحة العقلية والنفسية وصحة المجتمع. فإحنا عندنا ثلاثة وأربعة برامج تمريض ماجستير، بنضيف عليهم برنامجين آخرين، وإن شاء الله زي ما قلت لكم في برنامج دكتوراه بيفتح قريبا. طبعا الكلية هي تمشي ونمشي إحنا في خطى يعني واضحة، لذلك فإحنا عندنا رؤية ورسالة للكلية. فرؤية الكلية كما نشوف أنها تسعى الكلية التمريض لتحقيق مركزا متميزا رائدا في تعليم التمريض والأبحاث العلمية وخدمة المجتمع، وهذه من بديهيات الجامعة اللي هو عندها ثلاثة نقاط رئيسية: التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع. فبالنسبة للبحث العلمي، جامعة الملك سعود، كلية التمريض في جامعة الملك سعود حصلت على المركز الأول على مستوى الدول العربية في مجال الأبحاث، وهذا يعني رانك كبير جدا بالنسبة للكلية. رسالة الكلية: تعمل كلية التمريض على تخريج طلبة مؤهلين علميا لممارسة مهنة التمريض في المؤسسات الصحية وخدمات المجتمع المتعددة، من خلال ما تقدمه من برامج تعليمية معتمدة وأبحاث علمية متخصصة في مجال التمريض. وإحنا دائما نركز على مجال البحث. فلسفة الكلية: تنبثق فلسفة الكلية من كلية التمريض من تحمل المسؤولية المجتمعية وأعداد الطلاب اللي إحنا نتوقع دخولهم للكلية. طبعا زي ما قلت سابقا أنه عندنا أقسام الكلية اللي هي قسم التمريض الباطني الجراحي اللي هو بيفتح تحته ماجستير العناية المركزة، وقسم تمريض صحة الأمومة والطفولة، قسم تمريض صحة المجتمع والصحة النفسية والعقلية، وقسم إدارة وتعليم التمريض. إحنا عندنا مجموعة عدد الساعات في الخطة الدراسية، والآن إحنا نعمل على إعادة هيكلة الخطة الدراسية للكلية كاملة، جاري العمل عليها تقريباً من سنتين كاملة، الآن اعتمدت وأقرت من جامعة، وسيبدأ يعني الطلاب على الخطة الجديدة التي نعتقد إن شاء الله أنها تكون ذو فائدة كبيرة جداً لمتطلبات سوق العمل. فإحنا عندنا كمتطلبات السنة الأولى المشتركة 33 ساعة معتمدة، ثم متطلبات الكلية اللي هي 94 ساعة، وبعدين متطلبات الجامعة اللي هي 6 ساعات اختيارية، واللي يبغون الطالب أنه يكون له الحرية في اختيار المواد. إحنا طبعا في الكلية عندنا مواد لابد أنك تأخذها مسبقا على أساس تقدر تفتح لك مادة ثانية، لكن كمان فيه مساحة كبيرة بأنك أنت اللي تختار الشعبة، تختار الوقت، تختار الدكتور اللي درس المادة. تعريف مهنة التمريض، يعني لو احنا نبغى نشوف ايش هو التمريض يعني. فهي وظيفة مبنية على اساس من العلم والخبرة، وهي تتطلب مهارات وتخصصات معينة، ويحكمها قوانين واداب خاصة لتنظيم العمل، لانها يعتبر كعلم، فهي مبنية على علوم اساسية ولها علم قائم بذاته. طبعا في خلط احيانا يحصل بانه التمريض هو جزء من الطب، لكن هو علم قائم لحاله. التمريض هو خدمه مباشره تهدف الى استيفاء حاجات الفرد والاسره والمجتمع في الصحه والمرض. ما هي مجالات عمل الممرض؟ يعني لو احد
فكر في المجالات اللي موجودة، أتوقع أنه يعني يدور في ذهنه مباشرة اللي هو المستشفيات فقط، لكن مجالات التمريض مفتوحة جدا بالعمل في المستشفيات، في المراكز الصحية، المؤسسات الخاصة يعني كالمراكز الصحية الخاصة والمستشفيات الخاصة، في العيادات الطبية الخاصة والعامة، الصحة المدرسية، واللي والآن طلبوا كمية كبيرة جدا من خريجين الكليات اللي يعملون في الصحة المدرسية، في العيادات الصحية في المدارس، والمراكز الصحية الأولية، وكليات التمريض اللي هي دائما تأخذ أو تفضل أنها تأخذ المتميزين من خريجينها ليكون يعني كمعيد ويبتعث على محاضر ودكتور إن شاء الله. تفضل. نعم، فيه يعني جزء من عملها في الإخلاء الطبي، نعم في الإخلاء الجوي، لكنه كمان يرتبط بكلية الطوارئ. ما هي أدوار الممرض؟ اللي هو مقدم للرعاية الصحية في مجالات الصحة كاملة، باحث، وإحنا عندنا أحد الزملاء، يعني ما واحد الزملاء لكن أعرفه شخصياً، هو ماسك مركز الأبحاث في مكان معين، فأبحاث التمريض والأبحاث المتعلقة في المستشفى كلها يرتبط عملنا فيها. معلم، فهو ممكن يشتغل في الجامعات والكليات يعني كمعيد محاضر وأستاذ مساعد فما فوق، وكمان يعمل في المستشفيات كمعلم. فإحنا عندنا في الأقسام في المستشفيات كل قسم في المستشفى له مدرس خاص يعني يدرس التمريض اللي موجودين في القسم. ليش؟ لأنه إحنا نعرف أنه الخدمات الصحية والتطور الصحي والمعلومات الصحية تتزايد بشكل مستمر وتتغير من يوم اليوم، لذلك في المستشفيات حددوا شخص معين يعني له كريتيريا معينة بحيث أنه يكون مدرب القسم، يشوف الجديد دائما، يشوف التشيك أوف حقت الموظفين، يعطي لهم أي أبديت جديدة عن المعلومات الصحية اللي يشوفونها. منسق، فهو يعمل بالتنسيق بين الأقسام الخارجية للمستشفى، يعني مثلا أنا أشتغل في العناية المركزة، في هناك منسق للحالات بين الأقسام الأخرى، ويعمل كمدير. فيعني احنا نعرف انه يتخرج طالبنا من البكالوريوس يتعين في المستشفيات، وبعدين يعني في خلال السنة الأولى أو السنة الثانية يبدون يحطونه في الليدرشيب بروجرام، يعني انه يبدأ على اساس يمسكونه أشياء إدارية. الأشياء الإدارية اللي في المستشفى فيه لكل قسم، واحنا نتكلم عن قسم، احنا نتكلم يعني الموظفين التمريض في القسم هذا، مثلا قسم العناية المركزة الممرضين اللي فيه لهم إداري معين اللي هو يسمونه الهيد نيرس، كمان لكل شيفت فيه إداري لازم يمسكه، وكمان بعد الإداري حق القسم والشيفت فيه اللي هو مدير الأقسام مثلا في تحت القلب، ثم مدير للتمريض على مستوى المستشفى ومساعدين له. فهناك يعني كمان مجال العمل الإداري، تقديم الاستشارات الصحية للمرضى. فعملنا وكمان الخطة اللي نحن نشتغل عليها في الجامعة واللي نخرج منها الطلاب، انه يعني يكون مرشد للمريض اللي هو جالس معه. فاحنا نعرف انه معظم الوقت 24 ساعة تقريبا الممرض مع المريض، الطبيب يحصل يعني يمكن لا يتزاوج 5-10 دقائق مع المريض الى نص ساعة اذا قلنا كثير، لكن الممرض موجود مع المريض لمدة 24 ساعة. الصفات والخصائص للممرض، فاحنا يعني نحرص دائما انه يكون عنده القدره والاستعداد وللعمل، لانه احنا نعرف انه العمل يعني ولا بد ان الواحد يحطها في ذهنه انه ممكن يشتغل في الدي في النايت، يعني ممكن يشتغل في فتره العصر، في فتره الليل، في فتره الصباحيه. كمان قوي الملاحظه، وهذه مهمه جدا جدا، واحنا نشتغل على طلابنا دائما على دقه الملاحظه، لانه اي تغير على المريض الممرض لازم يكون نبيه للنقطة هذه على أساس يعني يأخذ الأكشن مباشرة. الصبر، لأنه أنت تتعامل مع جمهور كبير جدا ومع مختلف طوائف المجتمع، ممكن يجي لك اللي هو من أقل فئات المجتمع ويجي لك أكبر فئة في المملكة، ممكن اللي يشتغل في مستشفى الملك فيصل التخصصي يعني يعرف أنه ممكن يتعامل مع جميع المرضى من دول الخليج العربي، من جميع المرضى على مستوى المملكة إلى مستوى الملك. دقيق في مواعيده، فإحنا عندنا مهم جدا أنك تكون دقيق في المواعيد، يعني حضور الموظف للعمل
الساعة 7 صباح يعني الساعة 7 صباح، لأنه أنت لو تأخرت الموظف اللي بعدك حيتأخر، العلاج المريض حيتأخر. فالدقة عندنا إحنا عالية جدا وإحنا نركز عليها بشكل كبير. القدرة على تعليم الآخرين، فإحنا زي ما قلنا إنه فيه كمان الممرض اللي في القسم هو أكثر واحد يراه مدير القسم إنه هو القادر على تعليم الموظفين الآخرين. القدرة على اكتساب ثقة الآخرين ومتعاون وملتزم بالمظهر الخارجي، وهذا مهم جدا. ودائما في الكلية نحرص دائما إنه يكونون طلابنا يظهرون بالمظهر الجيد إذا ذهبوا إلى المستشفيات للعمل. طيب لماذا أتخصص تمريض؟ يعني وش الفائدة؟ فرص التمريض فرص كبيرة جدا، والأفضل منها اللي هو خدمة المرضى. قبل المبالغ المالية اللي ممكن يحصل عليها الموظف، واللي احنا نعرف انه يعني التمريض يمكن من اكبر الوظائف احتياجا على مستوى المملكة بل على مستوى العالم. لكن قبلها الأجر والثواب، يعني اذا احسن الواحد العمل ان شاء الله و يعني احتسب الأجر، فان شاء الله انت تتعامل مع مرضى، فيعني اي خدمة ممكن تقدمها له الدعاء ان شاء الله بيكون مستجاب من ذلك الشخص لانه في موقف ضعف. دخل مادي انا ما اقدر اقول انه جيد جدا، بل العكس انا اقدر اقول انه ممتاز، لانه بمعادله الرواتب لموظفي البكالوريوس يعني خريج بكالوريوس مقارنه مع ممرض بيتخرج ببكالوريوس في اختلاف كبير جدا. يعني انت ممكن توظف على المرتبه الخامسه او السادسه براتب معين، لكن الممرض يعني يتخرج ويكون على الكادر الصحي اللي هو البكالوريوس انا اعرف انه يبدا من 9800 ريال. و يعني كل عمل تقوم فيه او اي منصب تحصل عليه فيه محفزات له كذلك. فرصه وظيفيه عاليه باذن الله، وانا اعرف انه جميع الفرص مفتوحه لخريجين التمريض بالذات خريجي الجامعات، لانهم يعني حسب الاحصائيات اللي احنا نعرفها من وزاره الصحه انه تقريبا اقل من 3% اللي هو عدد الممرضين اللي حاصلين على شهاده البكالوريوس فما فوق. واعرف كمان انه حسب الابحاث انه في امريكا في عام 2020 تقريبا بيكون عندهم تقريبا اكثر من مليون وظيفه ممرض فارغه يعني تحتاج الى توظيف. فالعجز ما هو على مستوى المملكه بل على مستوى العالم. امكانيات اكمال الدراسات العليا، فزي ما قلت انا بديت بالدبلوم، كملت البكالوريوس، كملت ماجستير، وكملت دكتوراه، وكلها كانت بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل المهنة والإخلاص المهنة، واللي أنت إذا أخلصت لها راح تعطي لك إن شاء الله أشياء أكثر مما أنت تتوقعها. عمل مرن بحيث أنه أنت ما أنت مربوط مثلاً أنك تروح تداوم الصباح، ممكن تداوم في العصر، ممكن تداوم في الليل، يعني عندك فليكسبيليتي في الوقت. توفر فرص العمل في التمريض بحيث انه يعني الاحصائيات هذه موجوده في المملكه، فعدد التمريض الممرضين والممرضات في المملكه تقريبا حوالي 180821، شكل فقط السعوديين منهم نسبه 36.5%. وانا يوم اتكلم عن 36.5% فانا اتكلم عن الدبلوم والبكالوريوس. التطور المهني لمهنة التمريض، تقدم الممرض إداريا ومهنيا من خلال شغلي بمناصب على مستوى المستشفيات أو وزارة الصحة، وكذلك إذا كنت تعمل في أي جامعة أو أي كلية تمريض فأنت تعمل كمستشار في أي وزارة أو أي قطاع صحي. قدرة الممرض على استكمال الدراسات العليا وحصوله على درجة الماجستير والدكتوراه، وفرصة للطلاب للابتعاث في الكلية وإكمال الدراسة، وهذا يتطلب التفوق على أساس انه يعني نعين الشخص عندنا في الكليه اللي يكمل ماجستير ودكتوراه يكون من الطلاب المتفوقين، واحنا عندنا مجموعه كبيره جدا يعني النظر عليهم من الان الحمد لله. دراسه التخصص، هو دائما انا اعرف انه الطالب يعني ينظر الى سهوله التخصص، لكن ما فيه اي دراسه تكون صعبه باذن الله اذا الواحد اعطى المجهود والقدره اللي عنده. تخصص التمريض لا يختلف عن التخصصات الثانيه، فهو تخصص يعني صحي، ولكن بإذن الله تعالى يعني أعضاء التدريس اللي موجودين فيه، إحنا عندنا موجودين من جميع دول العالم تقريبا، عندنا سعوديين، عندنا من الأردن، عندنا من مصر، عندنا من أمريكا، عندنا من الفلبين، يعني عندنا جنسيات كثيرة جدا، وهذا يخدم التخصص أصلا، وبالعكس يفتح لك مجالات
انك تقدر تتشارك مع الزملاء هذولي بحيث انك يعني تحصل على قبولات لك في المستقبل بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضله. الاجتهاد في الدراسة مهم جدا، ولكن نحن نعرف ان الحياة مليئة بالمعوقات، واحنا اعرف تماما بصفتي رئيس القسم انه زملائنا من افضل الناس اللي يتعاملون مع الطلاب، يعني مقدرين لظروفهم الخاصة، تجيهم حالات يعني يعطون كل الاهتمام للطالب. هناك بعض الأشياء اللي ممكن تكون إضافة للتمريض، فهي يعني هناك فرص تطوعية ل يعني تخصص تمريض يعطيك فرص أخرى غير العمل اللي هو المادي وهو العمل التطوعي. فأنا أذكر وزارة الصحة دائما كل سنة ترسل للجامعات، ترسل للمستشفيات، ترسل للمراكز الصحية، تطلب من الناس العمل التطوعي، وبالذات في الحج. احنا نعرف انه يحتاجون اعداد كبيرة جدا، يمكن بعض التخصصات الثانية اللي الواحد يدرسها ما عنده مجال انه يقدر يتطوع زي التخصصات الصحية وبالذات تخصص التمريض. الفرصة لتعلم العشق البريئوي، وهذا مهم جدا للمجتمع كمان، يعني لانه الطالب من عندنا، احنا عندنا برنامج الان جديد احنا شغالين عليه بحيث انه طالبنا ان شاء الله باذن الله تعالى اللي يتخرج من عندنا بيكون عنده دوره للعاشق البرياوي، دوره لكل الكورسات اللي متوقع انهم يطلبونها له في سوق العمل، او انهم يعني بعد ما يتوظف الشخص يطلبون منه بعض الكورسات انه ياخذها في المستشفى، فاحنا بنكون سباقين في الشيء هذا ونصير نعطي له كل الكورسات، لهذا يفتح له مجال للتوظيف اكبر بكثير من الناس اللي ممكن يتخرجون من اماكن ثانيه. فرصة لتعلم الاعتناء بالفرد والعائلة والمجتمع، لأنك تتعامل مع المرضى، والمرضى عندهم مشاكل كثيرة جدا جدا جدا، يعني بالذات في الآونة الأخيرة رأينا بعض الحالات أنه في ناس يودي مثلا قريبه للمستشفى ويتركه يعني بدون أي ملاحظة. فلذلك يعني الجانب النفسي والدعم من الممرضين للمريض هذا بيكون فيه الأجر، وهذا إضافة للتخصص. مهارة التواصل مع الآخرين بحيث أنك تتعامل مع فئة كبيرة جدا من المجتمع. طبعا الكلام كثير عن الكلية، لكن إحنا حاولنا نختصر بشكل كبير عشان نفتح المجال لكم أنتم للأسئلة، فأتمنى لكم إن شاء الله التوفيق. والآن نفتح النقاش إذا في نقاش. تفضل. إن شاء الله. أي تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله يا شباب كلكم. لا وشغلنا. سنة تدريب كامل هي سنة امتياز، طالب يعني يدخل بالسنة الأولى والسنة الثانية، يدرس في الكلية أربع سنوات نعم، وفي السنة الخامسة هي فترة تدريب الامتياز، فهو نرسل الطلاب إلى المستشفيات، يتم تدريبهم لمدة سنة كاملة، يتعرض الطالب فيها إلى جميع الأقسام في المستشفى، بالنسبة للعناية الحديثة، العمليات، الطوارئ، أقسام التنويم. فتعرض لجميع الخبرات اللي احنا بحاجه درب الطالب لها، فتكون فرصه كبيره له خلال هذه السنه. طبعا كمان الطالب ما يتخرج بس من عندنا ويروح على اللي هو سنه الامتياز هذه، احنا في خلال مواد دراسيه، معظم المواد الدراسيه اللي تتعلق بالتخصص في لها تدريب، لذلك الطلاب يطلعون من تقريبا المستوى الثالث يطلعون للتدريب في المستشفى، يعني كل على حسب المادة اللي عنده، مثلا عندنا مادة مثلا تمريض البالغين مثلا، يأخذون جزء نظري وجزء منها عملي يطلعون فيه للمستشفى، فهو طلوع المستشفى يكون من نص الدراسة تقريبا
إلين يخلص يكون فيه السنة اللي تكلم عنها الأستاذ أحمد وهو المرشد الأكاديمي للطلاب في الكلية، فيكونون هناك سنة كاملة للتعرف لكل الحالات، بحيث أنه يعتبر اللي في فترة الامتياز في ذاك الوقت يعني بشكل أو بآخر هو موظف إلى حد ما، يعني في المستشفى يعتمدون عليه اعتماد كامل، يعني يسلمونه مريض في البداية، يعني أكيد أنه بيكون مع شخص ثاني بيدربه، لكن يعني بيكون يعطونه المساحة أكبر على أساس يعني يبرز مهاراته. طبعا دراسة الطب أعتقد أنه الكلية الطب ممكن يتكلمون عنها، لكن أنا أعرف أنه بعض الكليات وهي قليلة جدا اللي ممكن تقبل شخص مخلص بكالوريوس من تخصص وتقبله أنه يكمل دكتوراه في يعني طب بشري في كلية ثانية، فالتخصص يعني ممكن إلى حد ما بعض الكليات، وأنا أعرف كلية واحدة ممكن اللي تسوي البرنامج هذا، لكن أنا أتوقع أنه مشوار الطب حيكون طويل جداً إذا بديت ببكالوريوس تمريض ثم ترجع ببكالوريوس طب مرة ثانية ثم تكمل أخصائي واستشاري، فالمشوار طويل جداً، لكن اشتغل وكمل ماجستير ودكتوراه، هذه نصيحتي في التمريض. سؤال فيصل الثاني وجميل أيضاً، متى يبدأ التخصيص في التمريض؟ ممرض تخدير ممرض؟ جميل، تفضل السلام. بدأ التخصيص يعني الطالب بعد الصوت. الصوت. أيوة الصوت بس كده. الطالب بعد ما يخرج من دينه يعني طلبات الكلية 4 سنوات ثم سنة التدريب الامتياز، هو يتخرج ممرض عام، ما في تخصص على مستوى البكالوريوس، يبدأ التخصص على مستوى الماجستير، ممكن مثلاً كان هناك برامج زي ما تفضل الدكتور عبد الرحمن، كان برامج مثلاً ماجستير قمة الأطفال، ماجستير الصحة المدرسية، هذه تعتبر برامج متخصصة، والعناية بالمرض الباطني الجراحي، كل هذه برامج متخصصة على مستوى الماجستير ثم مستوى الدكتوراه، أما على مستوى البكالوريوس ما لا يوجد، يعني يتخرج الطالب بكالوريوس عام، مرض عام. تعقيب بس بسيط، لأنه نفس تخصص التمريض هو تخصص الطب نفسه، هم يخلصون بكالوريوس طب وهو ليس متخصص، التخصص يأتي بعد مرحلة البكالوريوس. فالأطباء كمان لما يتخصصون هم يتخصص على يعني يكون يتخرج على طبيب عام، التخصص هو دائما في جميع المجالات الصحية من الماجستير وفوق، لكن في العمل نفسه يعني إذا حبيت تعمل في مكان معين، مثلا حسيت أنك مثلا تبغى تعمل في الطوارئ، في العناية المركزة، في فانت هذاك المكان يعني ممكن انك تاخذ فيه كورسات وتكون متخصص فيه وبعدين تكمل الدراسه عليه باذن الله. هذا السؤال يقول كم مدى سنوات الدراسه في كليه التمريض؟ وهل السنه الاولى المشتركه تعتبر من الدراسه في كليه التمريض؟ تفضل. نعم، السنه الاولى المشتركه تعتبر من السنوات، اول سنه يدرس عندنا الطالب 3 سنوات ثم سنه الامتياز. يعني بدرس احنا 3 سنوات في الكليه داخل الكليه وسنه امتياز تدريب في المستشفيات. السنه المشتركه تعتبر جزء. نعم، 4 سنوات. معدل التراكم اللي انا احصل عليه في السنه المشتركه تشوف معي يمشي معي الى طبعا الى نهايه. نعم. 3 سنوات في كليه التمريض وسنه امتياز. الامتياز، نعم. طيب هذا سؤال، كم عدد ساعات العمل؟ ايوه معلش يا استاذ احمد، بس لاني اشتغلت انا في القطاع الصحي في السعوديه. طبعا العمل في الصحه في السعوديه يعني يختلف، فلو انت بتشتغل مثلا في مستشفى تابع لوزاره الصحه فعندهم هم 8 ساعات يوميا لمده 5 ايام او 6 ايام، معدل 48 ساعه في الاسبوع. اما اذا كنت بتشتغل في مستشفى متخصص، وهذا اللي انا دائما أقول للطلاب لازم يروحوا له، دي المستشفيات المتخصصة، مثلا زي المستشفى التخصصي، مستشفى الحرس، مستشفى العسكري، مستشفى قوى الأمن، مدينة المكافأة الطبية، هذه مستشفيات يعني خبرتها كويسة ومجال العمل فيها ممتاز والظروف المساعدة لأنك تتقدم أكثر موجودة فيها. في العمل فيها تقريبا حوالي 12 ساعة، يا من 7 الصباح إلى 7 المغرب أو من 7 المغرب إلى 7 الصباح، وإحنا اشتغلت في مستشفى تخصصي تقريبا حوالي 9 سنوات، وكان هو هذا الجدول اللي احنا ماشيين عليه.
ارفع صوتك. الجهات المتخصصه 12 ساعه، يعني داوم باسبوع 8 ايام تقريبا. ايوه سؤال جميل جدا. يعني انا افضل دائما اني اشتغل 12 ساعه ولا اشتغل 8 ساعات، لانه اذا اشتغلت 12 ساعه يعني في اسبوع يحسبون لك يومين اوف، الاسبوع اللي بعده يحسب لك 3 ايام اوف. فهي تختلف يعني الحسبه، اذا تبغاها يعني على اساس انك تحصل على اجازه اكثر فهو العمل في 12 ساعه يكون افضل، لانه بيعطونك 3 ايام اوف في اسبوع، الاسبوع الثاني بتاخذ يومين اوف. دكتور لا احنا ما نبغاك تروح برا، احنا بنمسكك، احنا في حاجة للتمرير. بس يعني فعلا انت ممكن تشتغل في اي مكان في العالم. مو يعني بالنسبة لسؤالك الاول اللي هو عن عدد الساعات اللي انت بتاخذها في السنة التحضيرية، نعم محسوبة لك ويعتبر عليها المعدل التراكمي على اساس تكمل عندنا احنا بالكلية. بالنسبة لنا اختبار من بعد الدراسة اللي هي ستوقع نسمى اختبار الهيئة. سهل. كيف؟ سهل سهل. ايه لا لا هو سهل، العالم يقولون انه صعب بس هو سهل. انا اعرف يعني ليش انت سالت السؤال هذا. الان هيئه التخصصات الصحيه، واحنا نعرف المشاكل اللي صارت تصير في المستشفيات انه يعني يكون في اخطاء طبيه كبيره جدا. يعني درءا للاخطاء الطبيه هذه حطوا هيئه التخصصات الصحيه اللي هو الاختبار للممارس الصحي سواء اجنبي او سعودي. يعني اي اجنبي يجي يشتغل في المملكه لابد انه يمر على الاختبار هذا، اذا اجتازه يقدر يشتغل في المملكه. الآن كانت الجامعات الحكومية بالذات كانت معفاة من الاختبار هذا، لكن من الترم الماضي كل جميع خريجي الجامعات الحكومية والخاصة يدخلون الاختبار على أساس يقدر يمارس المهنة. لكن أنا عندي أخبار حلوة إنه على حسب معلوماتي إنه كل اللي دخلوا من عندنا إحنا من الكلية عدوا الاختبار، لأنه إحنا يعني مشتغلين معهم كويس. بإذن الله أيوة على حسب الخطة الدراسية الجديدة، بحيث أنكم تأخذون ترم هنا. في بعض المواد بتكون عندنا في الكلية وبعض المواد بتكون في كلية ثانية اللي لسه يعني كمتطلب للجامعة. طيب بسم الله نشكر الدكتور عبد الرحمن السعيد الشهري رئيس قسم التنبيه الطبي الجراحي والأستاذ أحمد جروحي المنشد الأكاديمي. محاضرة كانت جميلة ومفيدة. أشكر الحضور.